ممكن تعرفيني بحضرتك؟ دكتور أميرة عبد الحكيم، رئيس وحدة دراسات المرأة والطفل، مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية. أهلا بحضرتك، ممكن تقول لنا وجهة نظرك حول الاستراتيجية الوطنية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بحقوق الإنسان؟ الاستراتيجية ديت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 2021 كانت استراتيجية وطنية مصرية صرف، ما فيش حد اتدخل فيها، احنا اللي حاسين بنبضها. الاستراتيجية ديت جاءت علشان تكمل وتكمل كل الصورة الكاملة، بتكمل الدستور المصري، بتكمل الأهداف للتنمية المستدامة اللي احنا ماشيين عليها، الاستراتيجيات الوطنية اللي اتعملت وتقدمت لحقوق حماية المرأة وحقوقها. والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي أربع محاور، احنا يخصنا فيها المحور الثالث، طبعا كلنا نخصنا كل لها. انما انا بتكلم النهارده عن الاستراتيجيه الوطنيه الخاصه بحقوق، المحور الثالث الخاص بالمراه والطفل وذوي الاعاقه والمسنه والغارمات والغارمين. انا شايفه ان انا بتكلم النهارده عن المراه، وان شاء الله في لقاء اخر هيكون عن الطفل برضه، الاستراتيجيه الوطنيه وحقوقه في حقوق الطفل في الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. دكتور اميره، ممكن حضرتك تعرفينا فكره الندوه جت لحضرتك من انهي جزء، وايه الخطوات اللي انت اخذتيها في حين تحقيقها بشكل فعلي النهارده؟ الحقيقه الاستراتيجيه مجرد ان سياده الرئيس اطلقها، وهي شدت انتباه العالم كله وشدت انتباهنا جميعا، فوجدت ان الاستراتيجيه ديت هي تكمله لكل المجهودات والانجازات اللي وصلت ليها المراه في عهد سياده الرئيس. فلقيت ان هي ممكن قوي ان اشوفها وادرسها واشوف ايه اللي احنا هنعمله بعد كده. فوجدت فيها ان هي الاستراتيجيه بتذكر فيها الانجازات اللي حصلت عليها المراه في عهد سعاده الرئيس فخامه الرئيس عبد فتح السيسي، ثم بتوجد التحديات اللي وقفت او اللي هي بتقف امام المراه لانها تعوق وصولها لحقوقها الانسانيه، زائد نجد انها ايضا بتضع الحلول اللي ممكن تعملها او الخطط اللي ممكن تعملها عشان خاطر تقضي على هذه التحديات او التغلب على هذه التحديات. هير نيوز، أخبارها كلها عندنا.